حزب الله يعلن استهداف منزل نتنياهو، والإعلام العبري يفرض رقابة عسكرية، التحامات واشتباكات دامية عند الحافة والقرى الأمامية، صواريخ نوعية، تعزيزات عسكرية إسرائيلية، وحزب الله يعلن الانتقال نحو مرحلة جديدة من التصعيد. تشهد الجبهة الجنوبية منذ قرابة الأسبوعين اشتباكات دامية ومحاولات اقتحام للقرى الحدودية من قبل جيش العدو الإسرائيلي وسط استبسال المقاومين في الدفاع عن الأرض. كبد خلالها الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة في العتاد العسكري والأرواح. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أمس وبناء على تقييمات الوضع تقرر استدعاء لواء احتياط آخر للمهام العملية على الجبهة الشمالية بما يتيح مواصلة الجهود القتالية. تصعيد جديد ورسالة حازمة من حزب الله. طائرة مسيرة أطلقت من لبنان وأصابت بشكل مباشر منزل نتنياهو في قيصرية. وفي هذا الصدد أكد مصدر في مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيصرية وقت انفجار المسيرة. وقال رئيس وزراء العدو الإسرائيلي في أول تعليق عقب استهداف منزله: لا شيء سيردعنا، سنستمر حتى النهاية. وبالانتقال إلى المعارك البرية، شهد مطلع الأسبوع الحالي تصاعدا في وتيرة المواجهات البطولية التي يخوضها مجاهدو المقاومة الإسلامية مع ضباط وجنود العدو الإسرائيلي المتوغلة من عدة مسارات في القطاعين الشرقي والغربي بتغطية نارية كثيفة من سلاح الجو والمدفعية. وبناء على بيانات حزب الله وفق خطط ميدانية معدة مسبقا، تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية للقوات المعادية في محيط وداخل بعض القرى عبر استهداف مسارات التقدم واستدراج القوات إلى بعض الكمائن المتقدمة داخل بعض القرى الحدودية، حيث دارت اشتباكات عنيفة مع العدو من المسافة صفر، خاصة في بلدات القوزح ورب 30، مما أسفر عن تكبد العدو 10 قتلى وأكثر من 150 جريحا وتدمير 9 دبابات مركافة وأربع جرافات عسكرية. وبحسب ما أعلن حزب الله، بلغت حصيلة خسائر العدو وفق ما رصده مجاهدو المقاومة الإسلامية حوالي 55 قتيل وأكثر من 500 جريح من ضباط وجنود العدو الإسرائيلي، بالإضافة إلى تدمير 20 دبابة مركافة وتدمير 4 جرافات عسكرية وآليات مدرعة وناقلة جند. وفي هذا الإطار ذكرت صحيفة هارتس أن 4 مقاومين اقتحموا مبنى يتواجد فيه قوة من لواء جولاني وأوقعوهم بين قتيل وجريح. وكان حزب الله قد أعلن في وقت سابق بناء على توجيهات قيادة المقاومة الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعدية في المواجهة مع العدو الإسرائيلي، سيتحدث عن مجرياتها والأحداث في الأيام القادمة.